نساء صغيرات حكاية من التراث الإنجليزي. شهدت أمريكا حربا أهلية شرسة بين الشمال والجنوب سنة 1860، وذلك نتيجة لإلغاء قوانين العبودية في البلاد. وهذه قصة أربع أخوات رقيقات كنا عشنا في الجزء الشمالي الشرقي من أمريكا في ذلك الوقت. قلت لك يا جو، تمثال الثلج لا يستهويني، لن أجني منه سوى دمار ثوبي. آمي، أين ذهبتي؟ هذه آمي الأخت الصغرى. وجدتك يا آمي، خذي. ألا تملكين الروح المسرحية؟ انظري، يجب أن تتظاهري هكذا بالضربة. هذه جو الأخت الثانية، مرحة تتصرف كالصبية تماما، وهي تطمح في أن تكون كاتبة في المستقبل. ما هذا جو؟ حان الوقت يا عزيزتي لأن تكوني ممثلة محترفة. أما ميك فهي الأخت الكبرى وقورة وتتصرف بعقلانية. هذا أفضل من الاشتغال بالصوف قرب النار، أنا أفضل أن أكون ممثلة. كفي عن هذا الكلام، كفى شجالا بينكما رجاء، فأنا لا أحتمل ذلك، كفى أرجوكم. هذه بيس الأخت الثالثة، لطيفة وطيبة القلب جدا. إليك انتقامي يا جو، خذي. ماذا سيحدث؟ يا إلهي، لقد دخلت في منزل الرجل العجوز وقد تكسر شيء. فعلا ماذا حدث؟ يا إلهي، أحضرت هذا الشيء المشابه للشوكة وفيه بعض الخبز. ليتني لم أحضر إلى هنا وأنجزت تسخين الخبز على النار، أنا آسفة آسفة. لماذا الخوف؟ لماذا؟ أظن أنكن تعرفن حق المعرفة أنني أحب الهدوء وأميل إليه، كما أنني لا أقرب الناس ولا يقربني أحد، والفتيات بشكل خاص. نعم، خذنا، سأعيد إليكن هذه، وأرجو أن لا تقلقن راحتي ثانية، مفهوم؟ حقا إن ما يقال عنه قليل، ولكنه لم يتحدث بشأن المسارية المكسورة. أظن أن له عينين جميلتين وحزينتين أيضا، لا شك أنه يشعر بالوحدة. يبدو لي أنه كان ينظر إلى بيس بشكل دائم. هيا فلندخل المنزل. حقا لقد أعطى الشوكة إلى بيس مع أنني كنت أقرب إليه منها. من الواضح أن بيس أرق واحدة بيننا، هيا ندخل. بعد يومين ولم نتسلم أي هدية، إنه أمر مزعج حقا. ما باليد حيلة، فأمنا مشغولة. يا لظلم هذه الدنيا، تخيلوا فتاة بجمالي ترتدي هذه الثياب دوما. ليت عندي بيانو جديد، فتلك المفاتيح الثلاثة لا زالت عاطلة لا تعمل. أظن أن أمي على حق فيما تقول، يجب ألا نعير الهدايا اهتماما بالغا بينما يموت الناس في الحرب. نعم هكذا، فإن أمي لا تجد وقتا لنفسها أبدا، إنها مشغولة دوما مع عائلات المحاربين. مسكينة أمي.
إذا فكرنا بهذا نجد أننا محظوظات كثيرا، فربما يكون والدنا في الجبهة إلا أننا نعرف أنه ما زال على قيد الحياة. على الرغم من محبتهن للهدايا، كان عليهن أن يقتنعن باستقبال العيد الجديد بدون أي هدية. ومرت الأيام ثقيلة على البنات الأربع بسبب تأخر وصول أخبار الوالد من الجبهة، ولذلك أخذن يلعبن ويمرحن لكي يطردن عن أنفسهن القلق والخوف. ترى ما الذي يخبئه المستقبل لهن؟ كيف أرجوكما؟ ستغضب أمكما إذا ما تبعتما هذا التصرف. وكان لأمهن تأثير كبير عليهن، وبفضل تربيتها الحميدة نشأن وترعرعن وفيهن العديد من الخصال الحميدة. ما هذا النشاط؟ أمي أحمل لكم أخبارا سارة، رسالة من أبيكم. ماما كيف حال الجميع؟ أخبر الفتيات بحبي واشتياقي الكبير، فأنا أفكر بكن ليلا نهار. أرجو أن تكونوا بخير. واقتربت نهاية هذا اليوم السعيد، وأقبلت تباشير صباح العيد. ما هذا؟ هذا كتاب. إنه هدية من أمي على الروعة. كتاب هدية من أمي وأنا أيضا، وكتاب لي بلوني المفضل وأنا أيضا، مع أنها قالت إن العيد لن يحمل لنا أي هدية. هيا بينا نشكرها. هيا هيا أمي، شكرا على الهدايا يا أمي. شكرا يا أمي. أين هي؟ أين يمكن أن تذهب أمي صباح العيد يا ترى؟ أليست تلك رسالة؟ لقد حدث شيء ما دون شك. علمت بمقتل السيد فوميل في جبهة القتال، سأعود بعد زيارة العائلة. وداعا. لقد تذكرت، أليست تلك هي عائلة فوميل الفقيرة التي تتحدث عنها أمي دوما؟ يا للمساكين، أنا حزينة من أجلهم. ستتأخر أمي بالتأكيد، ولم أعد طعام الإفطار بعد. أكاد أموت جوعا. هيا بنا نجهز الطعام. هيا. أستطيع أن أرى ما التفعلين. جو، ما الذي تفعلينه أنت أيضا؟ لا شك أن الخبز أصبح جاهزا. حسنا. رائع، لقد أنجزنا عملا رائعا وبجد ونشاط. بالمناسبة أين بيت؟ لست أدري، رأيتها تتجول وبيدها سلة. سلة؟ انظرا، إن بيت تذهب إلى المنزل المجاور. تقصدين إلى منزل ذلك العجوز؟ كانت دهشتهن عظيمة لأنهن يعرفن بيس تماما، فهي نادرا ما تتحدث إلى أحد من شدة الخجل، وها هي الآن تذهب إلى منزل ذلك العجوز الغريب الطباع. سيد لورنس،
اليوم هو العيد، وجدتك بهدية أرجو أن تقبلها مني. جئت لتهنئتي بالعيد؟ أجل، أعرف أنك لا تميل إلى الفتيات، ولكني أتيت لأتمنى لك عيدا سعيدا. أوه، شكرا أيتها الفتاة يا عازفة البيانو الماهرة، عيدا سعيدا. عيدا سعيدا. تفضل بعض الطعام من أجل هذه المناسبة. يا لها من فتاة جريئة، ألم تشعري بالخوف؟ لقد كان عقلها مشغولا بالسيد لورنس العجوز، وعلى الرغم مما يتظاهر به السيد لورنس من الاعتداد بالنفس، إلا أنه كان يشعر بوحدة مريرة، ولا ريب أنه كان يسترق السمع بينما كانت هي تعزف على البيانو. ولكن ما الذي حدا به حتى يتظاهر بكرهه للفتيات؟ أمي، لقد حضرت أمي. أمي؟ أمي، عيداً سعيداً. عيداً سعيداً، ما هذا الطعام الشهي؟ هيا لنأكل بسرعة، أكاد أموت من الجوع يا أمي. هيا قبل أن نبدأ الطعام أريد أن أحدثكم. ذهبت إلى منزل فوميل اليوم، لقد دهشت جدا لما رأيت. رأيت طفلهم الرضيع يتضور جوعا هو وإخوته الصغار، لم يتذوقوا الطعام منذ 3 أيام. كانوا يرتعشون من البرد أمام المدفأة ومعدتهم خاوية، هذا إلى جانب وفاة والدهم. ما رأيكم يا عزيزتي أن أقدم لهن طعام الإفطار؟ كم أنا سعيدة لعودتك قبل أن نبدأ بأكل الطعام يا أمي. هلا نحمل لهم الطعام بأنفسنا؟ أنا سأحمل لهم الكعك. ستختارين بالكعك أليس كذلك؟ هيا بنا في النصرة. يجب أن تتماثلي للشفاء من أجل أطفالك. شكرا لك، سأعود إليك ثانية. لا أعرف كيف أشكرك، أشكرك جدا من كل قلبي. إنهن طيبات القلب فعلا. كانت هناك لحظات سعيدة أخرى ستعيشها الفتيات في تلك الليلة، وذلك أثناء تقديم الهدايا للأم. ما الذي تفعله أمي في غرفة الطعام؟ صبرت يا أمي، انتظروا لحظة أنها قادمة. حسنات، سأفتح الباب. هيا هيا. سعيدا يا أمي، تفضلي هدايا العيد، إنها على المائدة. هدايا العيد؟ اشتريناها بما ادخرناه لك، أرجو أن تروق لك يا أم الحبيبة. فعلا يا أمي، هل عرفت ما بها يا أمي؟ سأفعل ذلك. هدية ميغ لأمها زوجان من القفاز. هدية جو خف دافئ. هدية بيس منديلان مزركشان. أما هدية إيمي فهي عطر طيب الرائحة. حيث سعيدة. شكرا يا حبيباتي، إنها هدايا رائعة جدا. حيث سعيدة. كما أنتم ظريفات. والآن جاء دوري بتقديم الهدايا، إنها بانتظاركم في غرفة الطعام. هدية لنا؟ رائعة. الطعام
من أحضر هذا الطعام يا ترى؟ أجل، من أين أتى يا أمي؟ أنا بعد الكعك. تفضل بالدخول يا سيدي، تفضل. هذه الوليمة هدية من السيد لورنس يا صغيراتي. أكاد لا أصدق، لا يمكن أن أصدق. أي، لماذا دست على قدمي؟ لماذا؟ تصرفك هذا غير لائق. شكرا لك يا سيد لورنس، نحن نقدر هديتك هذه كثيرا. لا داعي للشكر، أنسيت هديتك لي هذا الصباح؟ لقد مرت سنوات عديدة على آخر مرة تلقيت فيها هدية. كما أن أسرتكن قدمت الطعام إلى أسرة فوميل وقد تأثرت بذلك كثيرا. نعم، سيكون عيدا رائعا. مرحبا بك. مرحبا. حافظي على الكعك هذه المرة يا بيز. جيني، لا تشبه جيني تماما. وبعد انتهاء الطعام عزفت بيس على البيانو نزولا عند رغبة السيد لورانس. العزف الجميل. شكرا أيتها السيدة الجميلة، كان عزفك رائعا. وشرح السيد العجوز سبب اعتزاله الناس ومقاطعته للفتيات الصغيرات. كلما نظرت إليك تذكرت ابنتي المتوفية جيني. كانت جيني ظريفة جدا وعازفة بيانو ماهرة، لذا أحببتك مثلها يا عزيزتي. لذا قلت إنك لا تحب الفتيات لأنهن يذكرنك بها. لقد أقفلت البيانو كما أقفلت قلبي منذ وفاتها. لقد أغلقت على نفسي وعلى ذكرياتي معها، كانت تملأ حياتي سعادة ودفءا. أدرك حقيقة مشاعرك، لكني فتحت قلبي من جديد هذا اليوم، وهذا بسبب حبكن الدافئ. ما رأيك أن أقدم لك بيانو ابنتي كهدية مني إليك؟ إنه جيد جدا. ها؟ نعم. ماذا؟ البيانو الكبير؟ نعم، لقد لاحظت أنك تعانين من هذا البيانو القديم. ها، هل تقبلينه؟ شكرا جزيلا يا سيد لورنس. والآن لما لا تعزفين على هذا البيانو القديم لحن الوداع الأخير؟ ما رأيك؟ هل انضممت إلينا يا سيد لورنس؟ سنغني لحنا مشتركا. تعلمت الفتيات الشيء الكثير في هذا العيد. تعلمنا أن السعادة لا يمكن أن تتم بدون محبة الآخرين. تعلمنا كيف يعطفن على الفقراء والمحتاجين، وتعلمنا أيضا كيف يكون البذل والعطاء، وكان لكل ذلك تأثير طيب على مستقبل حياتهن، فقد عشنا فيما بعد فرحات منشرحات. أما السيد لورنس فقد خرج من عزلته منذ ذلك الحين وعاش وسط الناس سعيداً.